بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي، تحية لكم من كل قلبي، وأود أن أطرح قضية تهم كل بيت مصري، كل ست مصرية، لأن المشكلة دي طبعا كل يوم بتتكرر وكل يوم بتحصل ولا يلقي أحدا لها بالا. المشكلة دي تكمن في استخدام الزيوت الطعام للقلي أكثر من مرة. طيب المشكلة بتحصل فين؟ في المحلات بتاعت الطعمية، وفي الناس اللي بتستخدم الزيت دهوت في عملية قلي الطعمية والبطاطس. اللي بيحصل ان هم بيشتروا الزيت من مصادر غير موثوق فيها، بيكون زيت طبعا رخيص الثمن لانه مستعمل من مصانع الشيبسي طبعا اكتر من مرة، وبعدين بيجيبوا يستعملوا في المحل، يقول لك طبعا هو بيوفر وعايز يكسب، مش هي يعني يقول لك انا عايز اكسب وعايز يكسب كتير. طيب بيجيب الزيت، والزيت ده بيكون مستعمل اكتر من مرة، وبعدين يستخدمه في قلي الطعمية أو البطاطس وخلافه. بيحط زيت طبعا. أول مشكلة طبعا من المشاكل إن هو بيجيب بيقلي في الشارع. أغلب المحلات في الشارع، أو أغلب الناس اللي فاتحة المشروع دوت في الشارع. فبيحصل إيه؟ طبعا السيارات معدية عليه رايحة جاية، في تراب، في أتربة، في غبار، في عدم السيارات، عدم السيارات دوت والدخانة اللي طالع من العربيات دي والعوادم احنا مش شايفينها طبعا، بتشيل معاها او طالع معاها مركب اسمه أول أكسيد الكربون. طبعا ممكن بيتطاير طبعا مع الغبار والأتربة، وبتوصل للحاجات ديت وبتلوثها وبتشكل مصادر خطورة. طيب دي أول ناحية. المشكلة الأخطر والأهم والموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه، ان الراجل بيجيب الزيت ويحطه في الطاسة اللي هيقلي فيها طعمية او البطاطس، ماشي، بيبدأ يسخن الزيت ويسيبه على درجة حرارة عالية جدا طبعا عشان يبدأ يشتغل ويخلص شغله. فبيحصل فيه تفاعل ما بين الزيت وما بين اكسجين الهواء الجوي، وبيحصل ان الزيت ما بيتفاعل مع اكسجين الهواء، بيحصل تزنخ اكسيدي، كما بتوع الكيمياء بيقولوا عليه تزنخ اكسيدي، يعني حصل فيه اكسده للزيوت، واصبح في هذه الحاله غير صالح للاستهلاك الادمي، يعني اصبح استخدامه هيبقى في مشكله في الصدمة. المشكله الاخطر كمان ان الراجل بتاع الطعميه او العامل اللي بيخصص لكده حاطط قدامه حله او طاسه فيها ميه، وقبل ما ينزل بالخامات بتاعت الطعميه او البطاطس يحط ايده في الصينيه دي او الميه دي، ويروح عاملها في الزيت كده، يقول لك ايه الطشه، بدي اشوف الزيت اتقدح ولا لا. طيب مشكله برضو، المشكله دي بتخلي بتحول، يقول لك ان الميه ما بتنزل على الزيت وهو مغلي، بتروح مكسره الزيوت اللي عندي، التركيبه الكيميائيه بتكسر نهائيا. ايه تكسر نهائيا؟ يعني بيخليها ايه، وحدات منفرده لوحديها، لان الزيوت جماعه يقول لك الزيوت او الدهون عموما ومنهم الزيت، هو بيستخدم طبعا زيت، بتكون من سلسله، يعني عامل زي الحلقه كده، سلسله من الاحماض الدهنيه، كل حامض دهني ماسك في اخوه عن طريق حاجه بيسموها الرابطه الدهنيه، مربوطين في بعض، سلسله كده مربوطه في بعض، دي الزيوت. هو ما بينزل بالميه على الزيوت ديت، بيروح الميه في اللي بتعمل حاجه بيسموها تزنخ تحللي، يكسر الروابط، يقوم يعمل حاجه بيسموها الاحماض الدهنيه المنفرده. الاحماض الدهنيه الخطوره، كل المشكله في الاحماض الدهنيه المنفرده اللي هي اتكونت دي، هي دي المصيبه. الاحماض الدهنيه دي اللي اتكونت دي اللي بيسموها الاحماض الدهنيه الحره، او بيسموها عفوا ده طبعا اغلب اللي بكلم اغلب عامه الشعب بيسموها فري راديكال. فري راديكال بيبدا الاحماض الدهنيه دي، الحمض الدهني الحر، يبدا يمسك في اللي ما تكسرش وكسر لحد ما تتحلل كل الزيوت اللي موجوده في الطاسه اللي عنده او في الحله اللي عنده اللي بيقلي فيها. طب دي مشكله. الزيوت ديت البني ادم بيجي ياكلها، طبعا اللي فيها الطعميه تنزل جسم البني ادم
والعياذ بالله بتبدا تخش تغير في تركيب الخليه الاساسي بتاعت البني ادم، وتديها اوامر وتحولها من خلايا طبعا طبيعيه للبني ادم لخلايا سرطانيه والعياذ بالله، وتبدا ايه الخليه تؤمر اختها وتحصل في زياده في عدد الخلايا وما يسمى بالورم السرطاني، والعياذ بالله. عافانا واياكم الله من هذا الموضوع. طيب الناس تعمل ايه؟ الناس في هذه الحاله متضرره، الراجل بيعمل بيحط ايده في الميه وعمال يكسر في الروابط ومش ما يعرفش، يقول لك ده انا بشوف الزيت اتقدح ولا لا، او طلعت منه دخانه ولا مش عارف ايه، هو عمال يدخن الزيت مع الاكسجين ويطلع ريحه مش عارف ايه، وهو يحط ايده بالميه وكل شويه يحط المغسل فيها طبعا اكتر من 200 مره، يبدا الزيت يتحلل، كل الاحماض الدهنيه المرتبطه اللي فيه تبدا تتحلل وتتكون احماض الدهنيه اللي هي المنفرده، تبدا احماض الدهنيه المنفردة. حتى لو حطيت زيت تاني فيه بيبدا هو يفكك الزيوت اللي اتحطت عليه. طبعا الراجل ما بغيرش الزيت، هو غير الزيت ليه؟ يقول لك انا هو بيشيل بس الايه بمصفى كده الحاجات اللي هي الشوائب اللي فوق دي كده، واللي هي الحاجات اللي هي الزهره، بحيث ان هو قدام الزباين او هو ما حدش بيشوف بيالي فين مثلا في حته ولا تانية ولا بتاع، ما حدش بيشوف حاجه. فطبعا الزيوت انت عايز طعم وعايز شكل طعميه كويس وطعمها كويس، خلاص انت مش حاسس، الناس مش حاسه، والست من دولت مش حاسه بالايه بالمشكله الكبيره اللي هي الناس بتقع فيها. طبعا طعمها جميل وشكلها اجمل، طب انا طب انا اتعب نفسي ليه ولا بتاع؟ لا اتعب نفسك، اتعب نفسك او تتعب نفسك، ده موضوع بسيط نهائي. يعني يا سيدي او يا ستي، انت حابه الطعميه او حابه عايزه تاكل طعميه انت واولادك انت والاسره، طيب ماشي، هي ده هي بالليل هتجيب شويه فول مدشوش بالليل وتخمرهم، والصبحيه هتقطع عليهم بصله مع شويه خضره مع شويه بيكربونات صوديوم مع شويه مش عارف سمسم مع ايه وملح وبهارات، وهتضربهم في الخلاط او في المفرمه اللي عندها او في اي بقى تفرمهم، وبعد كده عايزه تزود القيمه الغذائيه ليها بتحط لهم بيضه عشان تربط ما تتفرولش منها اكتر من شويه، وتبدا ايه تقليها في زيت تستعمله مره او بالكثير مرتين، ويعني يبقى مره او مرتين، يبقى هنا لا زيت دخن ولا اتحرق ولا حطيت عليه ميه ولا اي مشاكل من المشاكل دي. واخد طعميه، انا مش فاضي اجيب واخمر واعمل مش عارف ايه ومشكله بالنسبه لي، طيب تعمل ايه؟ خلاص اشتري عجينه من الراجل مثلا، ونقول اقل الضررين اشتري عجينه من الراجل وخديها في البيت وحطها في الفريزر، في الفريزر عندك، وطلعيها سيبها تفك وحط لها شويه ميه واضربيها تاني عشان الهواء يتخلل فيها تاني وتنفش معاك تاني مع سنه كربونات صغيره، هتبدا تبقى 100% تمام، وتبدا ايه تستخدم، حط عليها سمسم زي القيمه الغذائيه بيضه، يعني ايه المشكله محلوله. انما المشكله الكبرى ان الناس مش حاسه بيها، ان بتنزل الجسم حاجات مشكله كبيره جدا. نرجو من الناس كلها تاخد بالها من هذه المشكله المعضله، لان طبعا كل يوم بتتكرر وفي كل بيت وكل دقيقه الناس ما يعني ما يقول لك فول وفلافل ماشي، بس تبقى حاجه مضمونه الضامن ربنا سبحانه وتعالى. انت عشان تاكل حاجه نظيفه وتعمل يا اما تعملها من الاول من الالف للياء في بيتك، يا اما ست من دولت تشتريها او تشتريها من المحلات عجينه وتبدا هي تقليها في البيت وتضمن الحاجه لها. نفس اللي بيحصل في الطعميه بالظبط هو اللي بيحصل في البطاطس. يعني المشكله طبعا احنا عارفين ان الواحد يجي يكبر في السن وبتاع تبدا المشاكل تخش، الواحد بيدخل الجسم امراض وبياخد الجسم حاجات مشكله وتخش على الخلايا تبدا تغير في التركيب الخلقي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق لينا، والخلايا النظيفه الحلوه تبدا هي تدي اوامر للخلايا، عملت خليه واحده خلاص الخلايا بقت 2 بقت 10 بقت 1000 بقت مليون، ملايين الخلايا بتخش بتتكون في جسم البني ادم، والبني ادم بيكبر تبقى مشكله والعياذ بالله، وما يبقاش يكون عارف يقول لك انا مش في فيش حد بيبقى من اساسا من الحاجات اللي هي ديت اللي هو الاكل الملوث بحاجات زي كده ودهون منفرده، احماض دهنيه منفرده ودهون اتزنخت ودهون اتحللت وحاجات اللي هي معرضه للتلوث من الهواء اللي هو برضه بما فيهم اول اكسيد الكربون يحصل فيه مشاكل كثيره. طب احنا رجال نجنب انفسنا واطفالنا واولادنا
وبيوتنا كده عشان لحياة آمنة، عشان لما نكبر ما يبقاش في مشاكل بإذن الله تعالى. عافانا وعافاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.